إذن مشاهدينا ننتقل مباشرة لنستمع إلى كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. هذه الكلمة المتوقعة التي أعلن عنها في وقت سابق أن نتنياهو سيتحدث إثر هذه العملية التي تمت صباح اليوم في مخيم النصيرات وأدت لتحرير 4 محتجزين من قبل حماس من وسط النصيرات. هذه العملية التي اشتركت فيها قوات عسكرية من وحدات مختلفة تتبع لقوات عسكرية وقوات أمنية كذلك كانت مشاركة في عملية تحرير الرهائن 4. كانت هنالك وحدات خاصة الشباك والشرطة الخاصة كذلك أيضا شاركت في عملية تحرير الرهائن، وأدت هذه العملية إلى استعمال إسرائيل لكثافة نيرانية ولغطاء ناري كبير من قبل وحدات عسكرية مختلفة، أدت إلى سقوط الكثير من الضحايا من الجانب الفلسطيني، وبطبيعة الحال تم نقل الضحايا وكذلك المصابين وتم إخلاءهم من مناطق قريبة. الآن نستمع إلى الكلمة. هذه العملية بدأ العمل عليها منذ الخلق، وهي عملية خطيرة ومعقدة، وكان المسافة بين الفشل والنجاح هي شاعرة، ووافقت على تنفيذ العملية دون تردد وكل ثقة بالشباك والشرطة والجيش وجنود اليمام والشباك الذين دخلوا وسط النار وقتلوا المخربين وأطلقوا سراح المخطوفين، وأبلغونا بأن المخطوفين تم تحريرهم وباتوا في أيدي القوة. أنا أتحدث بفخر عن هؤلاء الذين نجحوا ببطولة أمام شعب إسرائيل، وكان لذلك أيضا ثمن، وهناك عمليات في تاريخنا نتفخر بها لأجيال، فقتل فيها أحد عناصر اليمام، وأنا أدرك الألم الذي تمر به عائلته والتعازي لعائلته وأقاربه. لقد رفع رأس الشعب، رفع هو وزملاء رأس الشعب في هذه العملية بالرغبة والإدارة والإرادة والقتال والبطولة. ونحن سنعيد كل أسرانا بهذه الطريقة أو بطرق أخرى. شكرا لكم. لقد نفذت عملية وتم إنقاذ 4 أسرى من أسر حماس. هذه العملية تطلبت شجاعة في أعلى المستويات وتم تنفيذها بطريقة غير مسبوقة، أدت إلى إنقاذ 4 أسرى. ونتوقع من حماس أن تفرج عن باقي الأسرى، وإلا فسنفعل كل ما يمكننا. حماس ترتكب جرائم حرب كل يوم، وجنودنا يقومون بعملهم بطريقة أخلاقية سعيا للانتصار على هؤلاء القتلة والخاطفين. شكرا لكم.